برنامج البزنس جمعنا بالنجوم. زايد انت من وين؟ من الخبر. وين؟ الخبر رفض الحظ. الله هذا لحن جنوبي ولا لا؟ الله الله على خير جميعا. حياك الله يا عبد الله. الله يبارك فيك ويطول بعمرك. والله وضحت. الله يطول بعمرك. الله يطول من ذوقك. الله الله. غير ليش؟ من وين يا محمد؟ من غاد الدواسة طال عمرك. ونعم. عليكم زود. نقدم منشد يا محمد ها؟ الله الله. والشيء الثاني يعني تعزيزا للمواهب انا في مجال البزنس مارست عندي دورات كثيرة، كنت مدير معرض في براند معين وكنت سوبرفايزر في براند. أخوكم الصغير علي الجعيدي هذا السر ممثل. ممثل. طيب غير الشعر يا فهد؟ غير الشعر عندي الريالتي أبي أسدكم فيه إن شاء الله. شو بتقدم؟ سيف المطيري من حفر الباطن. الحفر ترى مبدعين. أعطى احنا جينا هو قال لي ايش عندك تمثيل؟ الاخ قال لي ايش عندك تمثيل؟ قلت له انا بدخل زي كذا بدخل بتناقش بقول لك خلاص لاني ماني يمك وبركز بالاخ تركي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله يا عبد الله. الله يجزيك طول عمرك. خلاص ما هو ضحك منشد. الله يطول عمرك. صحيح. حياك الله يا عبد الله. يا مرحبا. عبد الله الشمري ولا لا؟ اي نعم. حياك الله يا عبد الله. الله يجزيك. عبد الله انت مقدم ها؟ اي نعم. سبق قدمت برامج وشو؟ إيه قدمت بالحرس الوطني عند مسيكم بخير وأعرفكم بنفسي مصر أطلب قمي من محافظة طرب من النجد. النجد من وين؟ من عفيف. هذا عفيف؟ الله الله يحييك. إيش معنى اسم غرانش؟ هو الأستاذ تركي يسأل يقول لي إيش معنى غرانش؟ أخوكم الشاعر سبر ماثا شاعر ممثل في السوشيال ميديا ومن منظومة جروب وشت كوميديا سابق مشاري بن عمر الجديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومساكم الله بالخير. والله يحييني عندكم. معكم فيصل بن مدعي العرجاني. نعم. عليكم زود العمر 24 سنة. خريج تربة خاصة مرتبة الشرف. شاعر. والله ما أحب مدح الذات. عبد الرحمن غالي. صانع حلوى وشوكولاتة. شوفنا على أه